طبعا خلال الفتره الاخيره كان في كلام عن محمد حمدي اللي هو طبعا فيريرا هو اللي صعده فريق اول. هل فعلا في مفاوضات من نادي بيراميدز والزمالك؟ حد كلمه؟ لا يعني كده. يعني كلام بنسمعه زي ما انت بتسمعه كده يعني، عارف النادي اللي ممكن بيراميدز يكون عايزه والزمالك عايزه مثلا عن طريق وكلاء او كده بس يعني. يعني انما حاجات رسميه ما حصلش طبعا. زمالك، بيراميدز، اهلي كده، حد برضه كان اتكلم يعني، بس انا مش مركز في الموضوع برضه. طب انت بقى محمد حمدي، محمد حمدي مش هيلعب في نادي في مصر الا انبي. طب لو حد عرض عرض رسمي هيبقى انبي طالب كام؟ عرض عرض رسمي ب 50 مليون جنيه. 50 مليون كويس كده؟ كويس؟ لا انا بسألك انت، مش انا لا عرض عرض يعني، انا بقول لك حد جه عايز ياخد محمد حمدي في مصر افترض يعني ب 50 مليون جنيه. لا. ولا عايز تبيعه بكام؟ لا مش هبيعه عشان الفلوس. محمد حمدي احد العناصر اللي يمتلكها نادي انبي في اثبات هويته. محمد حمدي ده العنصر اللي هيطلع بره، وبالموديل ده ابتدي اسحب زمايله اللي اصغر منه موجودين، يتعرف ان في نادي في مصر اسمه انبي عنده كواليتي في قطاع الناشئين مش موجود، وابتدي اماركت عليه. طب هو هل في حاجه اصلا جات له من بره؟ في يعني شغال عليه، شغال. طبعا النادي اللي بيتفاوض معايا على محمد حمدي حاطط في يعني التيم السكاوتنج بتاعه. الاول يعني النادي ده ايه، في الدوري ايه؟ في البرتغال. في البرتغال. يعني في عقد برتغالي؟ لا لا يعني بيتشوفوا يعني، هو السكاوتنج تيم يعني في مفاوضات من البرتغالي. السكاوتنج تيم فوجئت من ثلاث ايام انهم بيكلموني على محمد، على احمد عيد. النادي ده نفسه، النادي ده هو، ما هو هو السكاوتنج تيم ده بيشاف بيشوف محمد حمدي فعجبه احمد عيد. يعني مش عجبه احمد عيد، يعني بيقول لي احمد عيد ده هو وضعه ايه؟ ردك كان ايه بقى؟ قلت له ما اعرفوش. قلت له ما تعرفوش. اسم نادي انبي واسمي اهم من اي حاجه في الدنيا. طب هو الرد عليك ايه؟ يعني انت لعيب معاك في الفرقه وقلت له ما تعرفوش؟ ما اعرفوش، الولد ما بيكلمنيش على الكوره. اوكي. خلي ماشي. السكاوتنج تيم مش بيسالوا على فنيات الكوره. بيسالوا رئاسه النادي او اداره النادي، هم دايما بيسالوا كده على اتيتيود الولد عامل ازاي؟ يعني احنا بعتن لهم تقرير مفصل عن محمد حمدي من ساعه لما جه، وبيتمرن ازاي، عصبيته عامله ازاي، هو بيبقى عايز يعرف. ودي وفي حاجه اسمها امانه عرض في الشغل. فلما جه احمد ايه قلت له ما اعرفش، ولازم اقول له ما اعرفش. لان ردهم كان ايه؟ لا هو يعني مش مبقاش فاهم، بس هو استوعب في الاخر ان في حاجه مش مظبوط. لان الحماس اللي بنتكلم فيه او التفاصيل، احنا بنديهم تفاصيل يعني حياه يوميه. فلما يبقى لاعب عندك كده، واعتقد بقى ان هو برضه بالسكاوتنج تيم بتاعه عرف ان المشكله اللي عاملها الولد وقافل التليفون وعامل، فاكيد استوعب يعني. طيب بالنسبه بقى لمحمد حمدي، العرض البرتغالي ده جه عرض رسمي ولا هم لسه بيستفسروا ولا عايزين معايشه ولا العرض ايه بالظبط؟ جه عرض رسمي واحنا لسه بنتناقش. طب القيمه الماليه تتناسب مع يعني، انت كنا بنتكلم ان محمد حمدي انت كده كده عايز تطلعه. بص هقول لك، انا هكمل لك السؤال. انت عايز تطلعه وتخليه يحترف بره. هل الفلوس يعني في رينج معين استاذ ايمن الشريعي حاطط ليه رينج معين مش هينفع يطلع غير بالرقم ده؟ لا التفاوضات في موضوع حمدي مش تفاوضات فلوس، على قد تفاوضات المستقبل ايه. يعني انت ممكن تطلعه برقم قليل ويبقى ليك نسبه اعاده بيع طبعا طبعا كبيره. طبعا ما عنديش اي مشكله، بس عندي مشكله في ايه بقى؟ عندي مشكله النادي اللي هيروح له ايه؟ والنادي اللي رايح له ده مخطط السنه اللي هو هيروح فيها دي هيعمل ايه وهيشتغل مع الولد ازاي؟ ده بقى ده موضوع مهم، لان البرتغال مميزين جدا في السن ده انهم بيطوروا. وبيطلع 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 بيطلع غالبا من النادي ده لسبورتنج لشبونه او من دايركت لحاجه في اوروبا. طب هو نادي درجه اولى ولا درجه؟ لا درجه اولى. درجه اولى. درجه اولى. يعني ما فيش مركز كام؟ ايه؟ المركز الكام في الدوري البرتغالي؟ يعني ما بين الاول خمسه اخر خمسه في النص. طيب اول خمسه.